هذا البرنامج برعاية الخبير المالية. فوزي لأول مرة في الانتخابات في البرلمان الأردني، وكنت أصغر نائب في البرلمان وأول سيدة تفوز عن محافظتي. وضعت كل جهدي أن أقدم نموذجاً قانونياً كامرأة وبرلمانية مختلف قليلاً عن ما هو معهود وموجود في البرلمان. نعمل على عدة محاور في تمكين المرأة. اليوم احنا كان في عنا مسار مهم جدا خلال العام الماضي بإنجاز كل التشريعات المتعلقة بالتمكين السياسي. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي نقطة تحول من عمان المملكة الأردنية الهاشمية. في هذه الحلقة نستضيف معالي الأستاذة وفاء بني مصطفى، وهي وزيرة التنمية الاجتماعية وأيضا رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة. رأيي معالي الوزيرة في حوارنا نقطة التحول. أهلا وسهلا فيكم بالأردن. معالي الوزيرة، الآن بداية حوارنا عن أهم نقاط التحول في حياتك. بصراحة أول نقطة تحول بحياتي كانت في مرحلة التوجيه بنسميها في الأردن. أنا كنت علمي ولكنني اخترت أن أذهب لدراسة الحقوق، وذلك يعني نظراً لظروف معينة عائلية في ذلك الوقت. النقطة الثانية اللي أثرت وكانت نقطة تحول أساسية في حياتي هو الانتخابات وفوزي لأول مرة في الانتخابات في البرلمان الأردني، وكنت أصغر نائب في البرلمان وأول سيدة تفوز عن محافظتي. النقطة الثالثة هي أيضا نقطة تحول، وهي تمثيلي للأردن في البرلمان في الاتحاد البرلماني الدولي، وتمثيلي للمجموعة العربية في لجنة التنمية المستدامة. والنقطة الرابعة هي دخولي إلى الحكومة وانتقالي من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية كوزيرة للشؤون القانونية ابتداء، ثم كوزيرة تنمية اجتماعية. وبالتأكيد دائما الأمومة لأي امرأة هي نقطة تحول أساسية. هل هو تعتبر نقطة التحول الثاني دخولك المجال السياسي والبرلماني؟ بالتأكيد، يعني دخولي المجال السياسي كان نقطة تحول كبيرة في حياتي. وإيش اللي دفعك تدخلي في المجال السياسي أو البرلماني؟ يعني اللي دفعني بصورة أساسية هو في ذلك الوقت قامت الحكومة عام 2010، كان في دعوة لانتخابات مبكرة من قبل جلالة الملك في ذلك الوقت، وتم تغيير القانون الانتخابي. وأنا كمحامية وجدت بأن القانون الجديد يشكل فرصة كبيرة جدا للنساء في منطقتي، لأنه كنت أول لما عندما نجحت كنت أول امرأة تفوز بمقعد نيابي عن محافظة جرش بالانتخاب بالتأكيد. يعني كنت أول امرأة، وكنت أيضا في ذلك الوقت أصغر برلمانية في مجلس النواب الأردني. لن يعرف أنه في كوتا، صح؟ نعم، في كوتا، دخلت أول مرة في الكوتا بعد ذلك، والكوتا أيضا عن طريق الانتخابات، لكنها تعطى لمن تحصل أعلى الأصوات في داخل الدائرة الانتخابية. وكنت أنا يعني صاحبة الحظ بأن أكون أعلى النساء نسبة إلى عدد المنتخبين في دائرة الانتخابية. مارستي العمل النيابي مع العمل المحاماة ولا تخصصتي وتفرغتي للعمل النيابي؟ صحيح أنه أنا ملت للتخصص في النيابة، وملت لأن أضع كل وقتي وجهدي في العمل النيابي، خاصة بأنه عندما دخلت البرلمان كنت أيضا أم عاملة، لأنه كانوا أطفالي لا زالوا في سن صغير وبيحتاجوا مني أيضا وقت معهم، فكرست كل وقتي بالإضافة للعائلة للعمل النيابي وتحديدا العمل التشريعي. ووضعت كل جهدي أن أقدم نموذجا قانونيا
كامرأة يعني وبرلمانية مختلف قليلا عن ما هو معهود وموجود في البرلمان بما يخص المرأة ولا فيما يخص التشريعات بصورة عامة. أصبحت مقررة في الدورة الأولى للجنة القانونية، وكانت يعني تجربة جدا مهمة وغنية بالنسبة لي، لأنه في ذلك الوقت أيضا كان هنالك تعديلات دستورية، كانت هنالك قوانين جديدة للانتخاب وقوانين مهمة، وكان عندي الفرصة إلى أن أحظى بتجربة قانونية وتشريعية مميزة في الدورة الأولى والبرلمان الأول 16 اللي أصبحت فيه عضوة في مجلس النواب، وأيضا حظيت بفرصة تمثيل النساء من منطقتي لأول مرة. ودائما ما أقول بأنني أيضا حظيت بفرصة أن أكون شابة أردنية امرأة عاملة. أنت بعمر كم أول مرة؟ كنت في الحد الأدنى المسموح فيه للترشح وهو عمر 30 عام. يعني عندما دخلت البرلمان كان في ذلك الوقت العمر 30 عام. نحن غيرنا الدستور مؤخرا في عام 2022، وأصبح سن الترشح الآن في الانتخابات القادمة إن شاء الله سيطبق لأول مرة 25 عام، حتى نحظى ونعطي فرصة أفضل وأكثر للشباب والشابات بالترشح بسن أصغر للنيابة. طيب معاليك، أنا أعرف أن أنت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة. نعم. إيش يعني تمكين المرأة؟ نودي أفهم تمكين المرأة إيش المقصود فيها لفظيا، لأن ممكن قد تختلف المعاني، بس عشان يعني إحنا هذه اللجنة كما قلت لك يعني هي لجنة تأسست في عام 2015. لدينا في الأردن آلية وطنية منشأة منذ 93، هي اللجنة الوزارية للجنة الوطنية لشؤون المرأة، وترأسها سمو الأميرة بسمة بنت طلال، وهي كان لهم دور كبير جدا في إقرار الكوتا النسائية وإدخالها لقوانين الانتخاب سواء على المستوى الوطني أو على مستوى البلديات في مراحل مبكرة. الحكومة في عام 2015 والحكومات التي تتلات بعد ذلك وجاءت جميعها حافظت على اللجنة الوزارية ككيان يمثل مصالح النساء داخل الحكومة، وبالإضافة للجنة وممثل للدولة الأردنية لدى كل الجهات الإقليمية وأيضا الدولية. بالتأكيد نعمل على عدة محاور في تمكين المرأة. اليوم احنا كان في عنا مسار مهم جدا خلال العام الماضي بإنجاز كل التشريعات المتعلقة بالتمكين السياسي، والتمكين السياسي هو بوابة مهمة جدا لكل أشكال التمكين والوصول. هو في فرق بين كلمة حقوق المرأة وتمكين المرأة؟ طبعا يعني الحقوق تعطى بالتشريعات وتنص عليها، لكن التمكين هو مرحلة متقدمة. نحن وهذا يعني تحفيز كل الأدوات واستخدام كل الإجراءات حتى تستطيع النساء الوصول إلى المكانة الطبيعية لهن في المجتمع، وهذا يعني باعتقادي أمر غاية في الأهمية. بعد استكمال المسارات المتعلقة بالتمكين السياسي كتعديلنا للدستور، استطعنا أن ندخل مادة في الدستور الأردني تتكلم عن كفالة الدولة لحقوق وتمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز، وضمان مشاركتها على أسس من العدل وتكافؤ الفرص. وأيضا بعد ذلك كان في تعديلات على قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، وكلها كانت إيجابية لصالح النساء. الكثير منها فيه الكثير من التمييز الإيجابي، ونحن نحتاج هذه الأفضلية حتى نجسر الفجوة بيننا وبين الرجال في المضمار السياسي، لأنه تاريخيا كان مقتصر لفترات زمنية طويلة على يعني على نوع معين من اللاعبين السياسيين. وما دام بيقولوا سن القوانين أسهل من عملية تنفيذها، صحيح؟ صحيح. وجدتي على الواقع؟ وجدت ذلك، ووجدت أنا كنت بحكم خلفيتي كمحامية وخلفيتي القانونية وعملي على التشريعات
كنت كثيرا ما أعتقد بأنه الحل دائما يكمن في التشريعات. العمل في السلطة التنفيذية فتح أمامي كمان رؤية أوسع إلى عناصر جديدة في الصورة، أهمها بأنه بالتأكيد العمل على التشريعات مهم، ولكن أيضا آليات التنفيذ والتطبيق والعمل على الإجراءات هو أيضا، وتطبيق التشريعات اللي أصبح واحد من أهم العلوم في التشريع هو مراقبة التنفيذ وتطبيق وأثر التشريعات. توقف مع فاصل مع الوزيرة ونواصل إن شاء الله. مشاهدي الكرام فاصل ونعود لكم. هذا البرنامج برعاية الخبير المالية. هذا البرنامج برعاية الخبير المالية. لولا وقوف زوجي إلى جانبي ومساعدته إلي وتشجيعه أيضاً، لأنه كنت في بعض المرات أتردد في بعض المشاركات. هنالك مصلحة للأوطان، مصلحة للاقتصادات، مصلحة للديمقراطيات بأن تكون هنالك، يعني يكون هنالك حضور متوازن للنساء. لا أنشغل بالحروب الصغيرة الجانبية عن الأهداف الأساسية التي أسعى من أجلها. مشاهدي الكرام مرحبا بكم، نستكمل الجزء الثاني من حوارنا مع معالي الأستاذة وفاء بني مصطفى، وهي وزيرة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة. معالي الوزيرة ذكرتين عدة نقاط تحول في الجزء الأول، لكن هل كان في نقطة تحول في حياتك الأسرية، مثلا دور مثلا الأسرة، الأولاد، الزوج، الأم، الأب، هل كان هذا المجتمع له دور في تأثير أو تحول بالنسبة لك؟ أكيد، يمكن هم كانوا دائما في حياتي عامل إيجابي وعامل مشجع ومناصر، سواء على صعيد العائلة قبل ما أتزوج وحتى بعد ما تزوجت. وأكيد يعني ما في امرأة إلا تكون الأمومة بالنسبة لها نقطة تحول أساسية. نخرج بموضوع نقاط التحول إلى المرأة بشكل عام في العالم، أنا ما أقصد لا في الأردن، بشكل عام ليه دائما نتكلم عن حقوق المرأة، تمكين المرأة، كأنه المرأة دائما هي حقوقها لم تؤخذ بالكامل أو هي لم تأخذ ما تستحق. السؤال هنا ليش هي لم تأخذ؟ ليش ما في عملية المساواة والعدل في حق المرأة بشكل عام؟ لأنه يعني هذه هي الحالة النموذجية اللي إحنا نبحث عنها، لكن كان في عوامل كثيرة جدا، أهمها العوامل التاريخية زي ما حكيت لك، يمكن لفترة زمنية طويلة بقي مثلا العمل السياسي حكر على الرجال في مناطق كثيرة من العالم ومن الوطن العربي. دخول النساء، أنا بسميهم القادمات الجدد، هم والشباب، لا يعني كمان رافقوا الكثير من أشكال المقاومة خاصة في العمل السياسي، لأنه العمل السياسي فيه سلطة، فيه قوة، فيه قدرة على التأثير في كافة القرارات الاقتصادية والاجتماعية في موازين قوة، يعني وفي إخلاء للمساحات. إخلاء المساحات لا يمكن أن يحصل لا من قبل الرجال ولا من قبل النساء، يحتاج الشخص إلى أن يتجاوز كل التحديات ويثبت قدراته حتى يصل إلى هذه المواقع. وهذا النضال قادة النساء منذ زمن طويل، والمسألة ليست انطباعا، المسألة
يعني كل الأرقام والحقائق والمعلومات الثابتة، يعني لدينا مثلا خارطة لوجود النساء في العالم تصدرها الأمم المتحدة بصورة سنوية مع الاتحاد البرلماني الدولي، تشرح عن وجود النساء في السياسة في كل العالم. لا زال هنالك فجوة كبيرة جدا. هل المرأة متأخرة أصلا ولا أن هي لم تعطى الفرصة؟ أنا باعتقادي بأنه كان السياق الثقافي والاجتماعي يضع النساء في أدوار نمطية محددة، وهذه الأدوار اجتماعية. نعم، يعني أنا باعتقادي هذا كان هنالك أدوار نمطية محددة تلعبها النساء، وبالتالي كان وجود النساء محصور ومقولب ضمن قوالب محددة. بعد ذلك مع تطور العلم، وباعتقادي كان التعليم نقطة أساس وفارق لدى كل النساء في المنطقة، وبالتالي كل ما ارتفعت مستويات التعليم كل ما زادت كافة المؤشرات الأخرى. لذلك يبقى التعليم واحد من أهم المؤشرات التي مثلا يقيس فيها المنتدى الاستراتيجي الاقتصادي الفجوة بين الرجال والنساء، بالإضافة إلى الصحة، بالإضافة للتمكين الاقتصادي والتمكين السياسي. إيش أبرز المصاعب أو خلينا نقول العقبات اللي واجهتيها في مسيرتك؟ يعني وين كانت؟ في جامعة، في انتخابات، وين؟ لا، مساري الدراسي ومساري العائلي كان دائما مسار سلس وداعم، لكن بس ما في شيء سهل. لكن أكيد الانتخابات هي يعني أصعب معركة شرسة، معركة بالمعنى الحقيقي يعني. وترشحي كان لأول مرة، وفي ذلك السن الصغير لم يكن بالأمر البسيط والسهل، وكان في هنالك معيقات ثقافية ومجتمعية، كما كان هنالك دعم كان هنالك تحديات. لكن بالتأكيد ما في شيء سهل زي ما أنت تفضلت. النجاح دائما يحتاج إلى الكثير من الجد ومن الاجتهاد ومن تجاوز للعقبات والتعامل مع التحديات وتحويلها لفرص. مع الوزير الآن المرأة وصلت أن تكون رئيسة دولة، وصلت رئيسة وزراء. نعم. وصلت وزيرة زي ما أنت الآن ما شاء الله، سيدة أعمال، مديرة شركات. نعم. كل شيء، ماذا بقي بالنسبة لها؟ بقي هو أن تكون النساء موجودات ككتلة حرجة في هذه المواقع. أن يكون يعني المقصود بأنه إحنا وصلنا إلى مثلا البرلمان، لكن وصلنا بأعداد غير قادرة على تغيير مثلا القوانين أو السياسات أو إحداث فارق مهم على الأرض. يبقى الوصول الطبيعي العادي الذي يعني يصبح جزءا من مسار ومسيرة المؤسسة. موجودات في الحكومة، واليوم إحنا مثلا 5 وزيرات في هذه الحكومة من 27 وزير، ولكن أيضا يبقى أن تكون هنالك أعداد أكبر من النساء، وذلك مهم ليس فقط للنساء أخي راشد. يعني أنا أتبنى نظرية بأنه النساء عندما يدخلنا إلى أي من السلطات يجلبنا قيم وآراء وأفكار، نحن ننظر إلى الأشياء بطريقة مختلفة بحكم بأنه إحنا تركيبتنا مختلفة، فبالتالي ونظرتنا إلى المسائل الاقتصادية الاجتماعية السياسية هنالك تفاوت في الآراء. طيب، مع الوزير واختلاف، وهذا يحتاج دائما باعتقادي إلى أن تكون طاولة صنع القرار فيها تنوع. لذلك إقصاء الرجال غير مطلوب، إقصاء النساء غير مطلوب، إقصاء صغار السن أو الشباب غير مطلوب، إقصاء أيضا من لديهم الحكمة من كبار السن غير مطلوب. يجب أن يكون الجميع حاضر وموجود. ما رأيك برأي يطرح يقول لك المرأة أن هي لا تبادر أو لا تبحث عن حقها، فالحقوق لا تعطى تؤخذ، فالمرأة هي زي اللي تنتظر أنه يأتيها أحد يعطيها هذا المنصب أو يعطيها هذا القرار أو يعطيها هذا الحق. هي لا تبادر، هي لا تقتحم عشان تأخذ حقوقها. يعني هذا اتهام للمرأة. صحيح، أنا بحكي دائما بأنه نرجع مرة ثانية، ليش بدنا النساء؟ مع أنه إحنا تجاوزنا وأصبحنا نبحث بدلاً بسؤال الكيف، أصبحنا بسؤال لماذا، أصبحنا نذهب إلى سؤال كيف نوجد النساء.
أنا بحكي مرة ثانية بأنه هنالك مصلحة للأوطان، مصلحة للاقتصادات، مصلحة للديمقراطيات بأن تكون هنالك يعني يكون هنالك حضور متوازن للنساء وحضور متوازن لكل الفئات، لا نقصي فيه أحد. هذا عدم وصول النساء لا يعود إلى النساء، يعود إلى أيضا في بعض الأحيان أفكار زرعت، طريقة التربية، كيف تربى المرأة، كيف يربى الرجل، ما هي الأدوار النمطية التي تعطى للفتيات وهن صغار. فحتى النساء اللواتي يعتقدن بأنه مكانهم مش في السياسة ومكانهم في أماكن أخرى، هم يعني نتاج لهذه الثقافة والتربية والأعراف اللي وضعتهم في أدوار محددة وأدوار نمطية. ولكن أنا أعتقد أنه ذلك دائما يكون في خسارة وطنية، يعني كما مثلا أثبتت الدراسات مؤخرا بأن عدم إشراك النساء في الاقتصاد هو تعطيل لكفاءات وطاقات موجودة. في الأردن مثلا لدينا نسبة عالية من تعليم النساء، واستطعنا أن نكون مثلا في آخر تقرير للفجوة الجندرية بين الجنسين في المرتبة 62 في التعليم، ولكنه لم نستطع أن نتجاوز ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة وانعكاس هذا التعليم على الاقتصاد الوطني، والأمر اللي بعود أيضا على المرأة بصورة خاصة وبعود أيضا على عائلتها وبعود على المجتمع اللي هي بتعيش فيه. هل تؤمن بمسألة أن المرأة يناسبها عمل ولا يناسبها عمل؟ لا أؤمن بذلك، ويمكن أنا كنت من المناصرات كثيرا لإلغاء المادة 69 في قانون العمل اللي ألغيناها هذا العام في قانون العمل الأردني، واللي كانت تعطي الحق لوزير العمل بأن يكون لديه الحق في تحديد قطاعات معينة لا يجوز تشغيل النساء فيها وأوقات معينة لا يجوز تشغيل النساء فيها. ولكن أؤمن كثيرا بأن هنالك في حاجات خاصة للمرأة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في بيئة العمل، وهذا ما يجب أن نحرص ونركز عليه. يجب أن يكون هنالك يعني مراعاة في بيئة العمل لاحتياجات النساء، توفير الخصوصية لهن في أوقات معينة، دورات المياه المناسبة لهن، وسائل النقل المناسبة لهن، أن يكون هنالك أماكن مثلا لرعاية الأطفال لأنه الأم بتحب أنه تكون مطمئنة على أطفالها، وهذا اللي بنشتغل عليه مثلا في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي. كل هذه الأمور التي تسهل وتيسر بيئة العمل وتجعلها صديقة أكثر بالنساء وللنساء، أعتقد بأنها مهمة لتمكين النساء. أهم الدروس والعبر خلال مسيرتك من ثانوي وتغيير تخصصك إلى أن أصبحت الآن معالي الوزيرة؟ يعني دائما أنا بأمن بأنه النجاح مسار فيه بعض السقوط، فيجب أن دائما ننظر إلى أنه أي سقوط في أي مرحلة ليس إلا طريقة وعتبة لاستمرار النجاح. وأؤمن بأمر آخر وأطبقه وفادني كثيرا وخاصة في المجال السياسي، أنني لا أنشغل بالحروب الصغيرة الجانبية عن الأهداف الأساسية التي أسعى من أجلها، فلا أتطلع كثيرا إلى الصراعات والنزاعات الجانبية التي تحدث على هامش الطريق، ولا يعني أتوقف عندها كثيرا. وهذا أمر باعتقادي مهم جدا، لأنه من ينشغل بالفعل ورد الفعل وسيبقى عالق في هذه الأمور ولن يستطيع أن ينظر إلى الأمام ويستمر بتحقيق الإنجازات. كلمة أخيرة مع الوزيرة للمرأة، كيف تحصل على حقوقها وأن تكون قيمة فاعلة في المجتمع؟ هي قيمة فاعلة أنا باعتقادي. كل امرأة كيف تفعل هذا؟ تفعل ذلك بأنها تثق بنفسها وتكون لديها قناعة كاملة أنها تستحق أفضل ما في هذه الحياة، وأنها لديها دور مهم جداً إلى جانب دورها الأسري، لأنني أؤمن بهذا الدور الأسري وبعظمته.
إلى جانب هذا الدور لديها دور مهم جدا في العمل العام وفي الحياة العامة، عليها أن تذهب وتعمل بهذه الطريق، لأن مشاركتها ليست ترف أو بذخ، وإنما ضرورة ليس لها فقط وليس لعائلتها أو لمجتمعها، وإنما للأوطان بصورة عامة. سؤال أخير مرة ثانية، هل أمان المرأة في العمل والدخل المالي أم هو في الأسرة؟ الأمان المرأة، الأمان لها، الأمان، لأنه يقول المرأة كل ما يكون عندها دخل مالي يكون عندها استقلالية وقوة. بالتأكيد الاستقلال المالي بحسب خبرتي أيضا كمحامية ويعني كناشطة في هذا المجال لسنوات، وجدت بأنه هو أمر غاية في الأهمية، ولكن بالتأكيد أيضا أنا أركز دائما على الترابط العائلي والأسري، لأنه هذا كمان يعني قيمة مهمة، يجب أن لا نخسر هذه الأفضلية كنساء عربيات ومسلمات في المنطقة، لأنه هذا أمر مهم جدا علينا أن لا نخسره، ولكن لا يوجد هنالك أحد يضعنا في مجال من التخيير، نحن نستطيع أن نجمع الاثنتين مع بعض، أن نحافظ على الدعم الأسري والعائلي وأن نستقل ماليا، لذلك الإسلام هو أول من وضع الذمة المالية المستقلة للمرأة. شكرا لك معالي الوزيرة على هذا الحوار وعلى هذه معلوماتك، شكرا لك. شكرا لك. مشاهدي الكرام أيضا شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم. هذا البرنامج برعاية الخبير المالية.